وفي قطاع غزة هرع فلسطينيون لانتشال الجثث من تحت الأنقاض بعد غارة إسرائيلية على حي الشيخ رضوان في غزة. واستهدف الطيران الإسرائيلي ليلا وحدة سكنية لعائلة أبو صفية حيث قتل البعض ونقل الجرحى إلى مجمع المعمداني الطبي. استهداف شقة سكنية لعائلة أبو صفية ضيف انتشال لبعض الشهداء والإصابات، تم نقلهم إلى مجمع المعمدان الطبي وهم بعض معظمهم من الأشلاء وبعض من النساء محروقين نتيجة القصف الإسرائيلي على هذه الشقة. احنا نايمين نزلنا على هوا صفلي هو ينزل للغا الغرب صفية لقيناها مولعة ونازلة ومليان بقار كله يقوا بالأربعين نفر كله. أعلن الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أن المنظمة لم تتمكن من توزيع المساعدات في غزة من معبر كرم أبو سالم والذي تسيطر عليه إسرائيل بسبب الفوضى والذعر بين الجياع في المنطقة. وأضاف المتحدث أن وقف إسرائيل الأنشطة العسكرية خلال ساعات النهار لم يفضي إلى وصول المزيد من المساعدات. قالت منظمات إغاثية إن الرصيف البحري المؤقت الذي بناه الجيش الأمريكي في غزة بتكلفة قدرها 230 مليون دولار في فترة قصيرة فشل إلى حد كبير في أداء مهمته، ومن المحتمل تفكيكه قبل أسابيع على المهلة التي وضعت سابقا. يذكر أن الرصيف البحري المؤقت الذي تم وصله بشاطئ غزة عمل لعشرة أيام فقط، وما تبقى من الوقت كان قيد الإصلاح بعد تحطمه جراء أمواج ضربته أو أوقف عن العمل تجنبا لمزيد من التدمير لهيكله أو لأسباب أمنية كما قال تقرير لنيويورك تايمز. من دير البلح وسط قطاع غزة مراسل الحدث أسامة القحلوت يطلعنا على كل التطورات الميدانية حتى اللحظة. مساء الخير أسامة، تفضل. نعم، قبل قليل انتشرت طواقم الإسعاف والدفاع المدني 4 ضحايا من المنطقة الغربية لمدينة رفح تم استهدافهم من الدبابات الإسرائيلية المتواجدة في المنطقة الغربية لمدينة رفح. نتحدث هنا على أن قذائف المدفعية الإسرائيلية التي نزلت على رؤوس السكان والعائلات النازحة في المنطقة الغربية لمنطقة مدينة خان يونس تحديدا في منطقة المواصي دفعت عدد كبير للنزوح من هذه المنطقة، بالإضافة لعدد كبير من العائلات الموجودة في المنطقة الغربية لمدينة رفح نزحوا أيضا بسبب الاستهدافات المتواصلة، وليلة كانت دامية على السكان والعائلات النازحة في منطقة الشكوش في غرب مدينة خان يونس وغرب مدينة رفح. حتى هذه اللحظة يتم نقل إصابات إلى المنطقة الغربية لمدينة خان يونس خاصة إلى مستشفى ناصر في ظل إخراج كل المستشفيات عن الخدمة في مدينة رفح. قبل قليل الجيش الإسرائيلي تحدث على أن معبر رفح البري تم إحراقه بالكامل، وهذا لا يصلح الآن للعمل كمعبر رسمي لسكان قطاع غزة. ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية لعملية التدمير الكاملة لمعبر رفح البري سواء كان بالتجريف أو بعمليات الحرق التي تعرضت لها المباني داخل معبر رفح البري. والآن الجيش الإسرائيلي يتحدث عن البدء بشق طريق جديد ما بين معبر رفح البري وما بين معبر كرم أبو سالم التجاري، كلاهما يبعد عن بعضهما 3 كيلومترات تقريبا. الجيش بدأ بشق طريق جديد يبدو على أنه سيكون معبر لسكان قطاع غزة وأطلق عليه اسم معبر دافيد. هذا الشارع سيتم شقه بين المنطقة الواقعة بين المعبرين سواء معبر رفح البري ومعبر كرم أبو سالم التجاري، في ظل نشر صور كبيرة وكثيرة من وسائل الإعلام الإسرائيلية لعمليات تدمير وحرق معبر رفح البري. أما فيما يخص الميناء الجديد العائم في المنطقة الغربية لمدينة غزة، هذا الميناء منذ أن وصل إلى قطاع غزة ما تم إدخاله من شاحنات مساعدات عبر هذا الميناء يعادل تقريبا 100 شاحنة تقريبا. وفي العادة قبل إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري كان يدخل إلى قطاع غزة ما يقارب من 200 شاحنة مساعدات يوميا، ولكن منذ أن أغلق معبر كرم أبو سالم التجاري لم يدخل من هذا المعبر سوى عدد قليل من الشاحنات المساعدات عبر منظمات أممية، وهي تعتبر صفر في بحر حاجات سكان قطاع غزة، ويدخل فقط بشكل يومي عدد قليل
من شاحنات الوقود والسولار إلى المستشفيات العاملة هنا في منطقة جنوب قطاع غزة. لم يتم إدخال أي شاحنة مساعدات أو وقود إلى المستشفيات العاملة في الشمال، فقط في منطقة الجنوب. يعني وسائل الإعلام الأمريكية قالت أنه سيتم سحب هذا الميناء باتجاه ميناء سدود بسبب التقلبات الجوية. نعم. ومن ثم هناك أخبار إسرائيلية تحدثت على أنه سيتم وقف عمل هذا الميناء في المنطقة الغربية لمدينة غزة.